معنا اليوم عبر الهاتف الفنانة السورية التي أثبتت دورها على الساحة الفنية عبر العديد من الأدوار الإنسانية التي أثرت في الجمهور وبقيت حاضرة في ذهننا إلى جانب مواقفها النبيلة. معنا الفنانة السورية وفاء موصلي. أهلا مرحبا بك ويانا في مساء الإمارات. حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. نورتينا. الرحمة اللي من رحل جزاء الزلزال المدمر، وبتمنى الفرج للعالقين تحت الأرض والشفاء العاجل للمصابين. آمين يا رب. الله يكون بعون المكلومين والمنكوين يعني، ومن فرش الأرض والتحف السماء بالبرد والقارة. آمين آمين. أستاذة وفاء، يعني كونك أنت في سوريا، كيف شهدتي هذا الزلزال؟ يعني أنا حسيت فيه طبعاً، وحسيت إنه في كارثة يعني كتير كتير كبيرة، وحقيقة كان في كارثة كبيرة. هذا الزلزال يعني من عشرات سنين ما كان في مثله بسوريا، فيعني كان حدث جلل حقيقة، يعني حدث جلل. نعم صحيح. طبعا نحن بالنسبة لنا دائما نكون معاكم في هذه هذا المصاب الجلل اللي صاب الشعب السوري وأيضا الشعب التركي، ودائما ما نكون بصف أخواننا في كل مكان، ونتمنى إن شاء الله بإذن الله الشفاء العاجل لكل المصابين، ودولة الإمارات دائما معاكم في كل شيء، في الفرح وفي الحزن. معانا لأنه على نهج الشيخ زايد آل نهيان، الشيخ زايد يعني الراحل المغفور له، صاحب الكرامات وصاحب المواقف العظيمة والشهمة والكفوة حقيقة، وأبنائه وكل حكومة الإمارات يعني يعني يسيرون على دربه مثل ما يقال. فلذلك يعني أنا كثير كثير بتشكر، وأنا بعتبر أنه أي شيء ممكن يصير فهو يكتب لصاحبه. فلذلك يعني أنا عم بتخيل إنه مثلا يعني امرأة عم تحضن ولادها عالقة وعم تشعر بالاختناق تحت الأرقاد، أنا بس أشعر بهذا الشيء بدي أطلع بدي أعمل أي شيء، فما بالك إنه عن جد يعني الشيخ يعني زايد يعني هو اللي مواقفه بالوطن العربي مواقفه لا تنسى لا تنسى. فشكرا للإمارات حكومة وشعبا، والله يا رب يفرج يعني على المتضررين ويرحم الشهداء، وما بعرف شو بدي أقول، الله يكون معنا بهي الأزمة يعني. الله يرفع البلاء يا رب. الله آمين. طبعا نحن بس حابين نسمع منك كلمة لشعبك الطيب وجمهورك الكريم في ظل هذا الحدث اللي أثر فينا جميعا. أستاذة وفاء، يعني أنا بدي أقول إنه هاي الكارثة لا تنتهي بيوم ويومين وثلاثة، وتداعياتها كبيرة وستبقى يعني لشهور وربما أكثر من ذلك، إلا إذا كان يد العون اللي تمتد وتساعد وتعين يعني، فممكن تخفف من هذه الكارثة. فأنا بقول يعني إنه لا، لازم يضل العين يعني على المنطقة، لأنه لا ينتهي الموضوع بفترة بسيطة يعني، مساعدات بسيطة وهيك. مثل ما تفضلتوا إنه فعلا يعني المصاب جلل يعني حقيقة. صحيح. بده وقت يعني أكيد فعلا، وخاصة إنه هلأ يعني موضوع الناس المشردة بالطرقات، الوضع الصعب مناخيا، الوضع الصعب اقتصاديا بكل سوريا يعني. وعلما بأن سوريا يعني قبل الأزمة يعني كانت ملجأ للجميع، وكانت مضيافة لكل الأطياف لكل الناس. فإنه يا رب يعني، ولما الإمارات يعني بتقوم بهذا العمل الرائع والعظيم، فأكيد يعني في كثير ناس يعني كثير من الدول يعني ممكن يصيروا على مسارها، لأنه هي بمقدمة حقيقة. نعم يعني الأستاذة الفنانة السورية ونجمة التمثيل والأداء الأستاذة وفاء موصلي، كل الشكر لك، ونتمنى لكم يعني كل خير، والله يصبر الجميع يا رب. شكرا لك. آمين. شكرا لكم. شكرا لك.